الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط يتعرض لتغيرات جذرية. تنظيم الدولة دخل المعادلة فغير الكثير من عناصرها. هذه المجموعة المختارة من الباحثين الاستراتيجيين اعتبرت أن ظهور داعش في العام الماضي كان عاملاً حاسماً في تغير معدلات الإنفاق العسكري في المنطقة. لديهم كم كبير من الأسلحة استولوا عليها من الجيش العراقي العام الماضي، ولكنهم يواجهون صعوبة بالغة في توفير الخدمات الأساسية في المناطق التي يسيطرون عليها، إذ سنرى مستقبلا تحولا للأموال من شراء السلاح إلى هذا المجال. تقرير التوازن العسكري لعام 2015 أشار إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من أكثر مناطق العالم في النفقات العسكرية. فبينما تقلص أوروبا نفقاتها بشكل سنوي، يتزايد الإنفاق في المنطقة حتى ولو كانت بعض دولها تشهد ظروفا عسيرة اقتصاديا. مصر تعتمد حاليا بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية من السعودية ودول الخليج، لهذا مساحة المناورة لديهم محدودة، كما أن لديهم مشكلة ضخمة في سيناء وعليهم التعامل معها. ويتوقع التقرير استمرار ارتفاع النفقات العسكرية على مستوى العالم مع ظهور أخطار كثيرة أخرى، خاصة ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية في أوروبا، ما يعني أن ساحات الإنفاق العسكري ستتسع باستمرار. النفقات العسكرية في الشرق الأوسط تتزايد بمعدل 10% سنوياً منذ عام 2011، أي منذ تفجر الثورات والاحتجاجات في العالم العربي. ويشير هذا التقرير إلى ظهور داعش بوصفه سبباً جديداً لتزايد الإنفاق العسكري، كما يتوقع أن يتزايد هذا الإنفاق مستقبلاً كنتيجة طبيعية لتزايد مساحة التوتر وتزايد النزاعات. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.